ما الذي جعلك تعتقدين ذلك يا ران؟ أنا كونان، كونان فقط، ولست أي شخص آخر. سبحان الله، كدوش الذاكر. إيش صاير؟ أول مرة أشوفك تذاكرين. بكرة عندي اختبار أحياء، لازم أجيب درجة حلوة. تراقبني. أكيد بذاكر وأشد حالي، لأني أحب الأبلة وأحب مادتها، مرة عسل وطيوبة. أبغى أجيب درجات حلوة في مادتها. فسيحاولون قتلي ثانية. يلا الحين لازم أنام بدري عشان أصحى وأنا نشيطة، ما أبغى أنسى اللي حفظته. ترى يا كدوشة، مادة الأحياء يبغى لها فهم مو حفظ. ويجب أن ليش مو جاييني نوم؟ يا ربي أبغى أنام. يا ربي إيش بهذه المخدة كمان؟ يوه من دي المخدة. يا رب وين طار النوم؟ تو كان عندي نوم، مدري وين طار. بحاول انام مرة ثانية. يا رب يجيني نوم. يلا مين جالس يستكتر ذا الوقت؟ ما صدقت فيني نوم. أبغى نام. أنا نكستك أنت كمان؟ أبغى أنام. وش عند ذي كمان تصيح في آخر الليل ذا وقته؟ صوت الكلب. أحسن خافت. بسم الله يا رب أنام هالمرة. كدوشة كدوشة، قومي، ما باقي شيء على الصلاة، قومي. طيب يا طالبات، إذا أخذنا خلية واحدة من الحيوانات البدائية الفم في مرحلة الخلايا الأربعة، فإننا مو جميع الأجنة سيتغير. لكن إذا أخذنا الخلية من الحيوانات الثانوية الفم في هذه المرحلة، فكل خلية أو مجموعة الخلايا تعد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أحد التحديات التي تواجه البشر، حيث تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العديد من الأمراض. وعموما فقد تحسنت حياة البشر بوجود المضادات الحيوية.